مصر كبرت وخلتنا نفتخر أكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي أم الدنيا. الله عليكي يا بلادي، بقيتي أحلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها، ولا لحظة كنت سايبها، دايما بتزيد خيرها وإيديك بإيديك هتعمرها. حققت الوعد لينا، هتعيش يا مصر حرة، هتعيش ألف مرة، أجمل عروسة حلوة، عايشين عايشين الفرحة بيكي. هنا الجمهورية الجديدة. النهاردة احنا في مؤتمر صناع القرار في دورته الخامسة، والنهاردة هنشوف كيانات عظيمة بتمثل قوة عظمى في السوق العقاري المصري. يلا بينا. دكتور عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور يا فندم. بحييك على إدارة الجلسة في مؤتمر صناع القرار في دورته الخامسة. الحقيقة طرحت عدة موضوعات ليها قيمة وتساؤلات عند ناس كتير في السوق العقاري المصري، سواء اند يوزر، سواء شركات تسويق عقاري، سواء شركات تطوير عقاري، أو كمان في القطاع الحكومي. عايزين نناقش إحدى المحاور، وهو تصدير العقار المصري للخارج. ينقصنا إيه؟ بصي، زي ما حضرتك يعني شرفتينا حضرتي الجلسه، كان عنوانها الاستثمار الاجنبي، وطبعا جزء منه فكره تصدير العقار او بيع العقار للاجانب بكل بقى تفاصيله. احنا محققين بالفعل حاله نجاح كبيره في الجانب ده، وظهرت حتى بعض الصفقات الكبرى اللي يعني بيلقى عليها الضوء، زي صفقه راس الحكمه او التفاوض مع في موضوع راس بناس او غيره. عندنا مواضيع بتتشاف، وفي مواضيع تانية صغيرة والناس ما بتشوفهاش، بس فيها استثمارات كتير بتدخل حتى على مستوى صغير. وجزء منها فكرة بيع الوحدات للأجانب بشكل عام. فإحنا أنا شايف إن قطعنا شوط كبير، ولسه قدامنا أكتر وأكتر، لأنه أولاً مصر كبيرة جداً. الناس كلها، العالم كله بيحب مصر بالمناسبة، يعني ما تحطي الموضوع في إطار كده، يعني بره الإطار بتاع الأرقام، إطار شوية في مشاعر. يعني الناس بتحب مصر قوي، إذا كان أشقائنا العرب أو الأجانب اللي بيجوا أو السياح أو غيره. اللي بيجي يتفسح عايز يشتري وعايز يتملك، اللي بيقعد يومين عايز يخليهم أسبوع. فإحنا بشكل عام عندنا نقط قوة كتير، كل دورنا مع بعض في مؤتمرات زي كده، في نقاشات، في حوارات، في شغلنا في شركاتنا، إن إحنا إزاي نلقي الضوء على نقاط القوة اللي لدينا بالفعل، اللي موجودة في تاريخنا وموجودة في طبيعتنا وموجودة في إدارتنا دلوقتي في الحركة أو المسار اللي إحنا بنمشي فيه، في الفيجن اللي بنحققها، الجزء من رؤية 2030 اللي تحقق بالفعل، وبنتكلم على مصر 2052 والتنمية العمرانية المستمرة معانا. كل ده بيفتح أبواب لجذب استثمارات، بيفتح أبواب لتملك العقار للأجانب مش بس للمصريين، ولشراكات مستمرة أنا شايفها بلا حدود
ولسه قدامنا فيها فرص كتير. حضرتك تمتلك من الخبرة الكبيرة في مجال التطوير العقاري والتسويق العقاري في المجال العقاري بشكل عام. حضرتك شايف ان في مثلا تقصير من شركات التطوير العقاري في دعم هذا الملف وهو ملف تصدير العقاري المصري للخارج؟ في تقصير؟ شايف ان في قصور في الجزئيه الخاصه ب في الجزئيه اللي شويه المينتالي يعني انا شايف القصور عندنا رقم واحد في التوعيه، ان ممكن يكون ما عندناش الوعي الكافي والكامل بهذا الملف. عندنا رقم اتنين في ان احنا الماركتنج، ان احنا ما بنظهرش كل المزايا اللي عندنا. المطور العقاري محتاج يكون يعني اكثر تفتحا للشراكات والاستثمار تحركات الدولة المستمرة. النهاردة المطورين اللي استفادوا هم اللي مشيوا في السياق او في الخط بتاع التنمية العمرانية بتاع الدولة، عرفوا يستفيدوا. الناس اللي راحت على العاصمة الادارية دخلت باحجام اعمال بمليارات، وممكن يكونوا كانوا قبل كده من سنوات ما كانش عندهم الحجم من الشغل ده، بس لما مشي في خطى او وفق رؤية الدولة مشي عرف يستفيد من ده. الشراكات الاجنبية المصرية الاجنبية والمصرية العربية اللي بتتم، ملف محتاج يتفهم كويس قوي. الشراكة مش بس بالفلوس على فكرة، الشراكة شراكة عقلية، الشراكة شراكة في الرؤية، الشراكة شراكة في تكنولوجي، شراكة في مان باور، في قوة بشرية، ان العقول المصرية بتساهم في نجاح كيانات برة، وان مستثمرين اجانب بيدخلوا لمصر، فاحنا بنعمل شراكات على كافة المستويات. ودي حتة يعني بحب ان المطورين ياخدوا بالهم منها، هي الموضوع مش موضوع ان انا اجيب فلوس، هي موضوع ان انا اعمل بارتنرشيب مايند سيت حقيقي احقق بيه مكاسب كتير ليا كدوله وليا كمطور وليا كمستثمر اجنبي، ولازم ابص على مصلحه غيري قبل ما ابص على مصلحتي عشان اكسب كتير قوي. هل الدوله عليها دور في دعم هذا الملف دعم زياده؟ طبيعي الدوله عليها دور كبير، لانه هو يعني انت الاب الروحي يعني الدوله بالنسبه للملفات اللي زي كده. يعني صفقه زي صفقه راس الحكمه ما كانتش هتتم من غير دور الدوله. نعم. فهو اي ديل بقى بيتم واي تفاوض بيتم من خلال الدوله، من خلال الدوله. والدوله عليها دور انها استمرار التسهيلات اللي بتتاخد لبعض المطورين ولبعض المستثمرين، ان احنا نكمل في نفس المسار. مش عشان بس طلب معين بيطلبه مطور يتحقق، هي فكره عقلية التسهيل وعقلية الشراكة في مواجهة التحديات، لان احنا بنواجه تحديات احنا مش عارفين ايه هي، مش عارفين بكرة ايه التحدي الجديد. العالم كله فيه متغيرات. مصر ممكن نقول زي ما كانوا بيقولوا كده، زي ما مصر تتحدث عن نفسها. نعم. مصر فيها الكنوز وفيها التاريخ موارد. وفيها الموارد توادر. وفيها الكوادر وفيها حاجات كتير حلوة. نعمل فوكس، بس نعمل نسلط الاضواء على بعض المزايا اللي عندنا، اللي بنتفاجئ احنا كمصريين احيانا انها عندنا. نعم. احنا ممكن بعض الاجانب يبقوا عارفين حاجات في مصر احنا مش عارفينها، وتلاقي نعم. الناس لما يلاقوا حد اجنبي بيتصور في منطقه ما في سيوة، احنا مش عارفين المنطقه دي اصلا، فاحنا مش عارفين المنطقه، ما عندناش الثقافه الكافيه من جانب السياحه الداخليه. ايوه، التوعيه بما لدينا. احنا عندنا حاجات كتير جدا حلوه، ممكن يكون مش شايفينها، او من كتر ما بعض الناس بتبقى دماغها مشغوله بالشكوى ومشغوله بالسلبيات فما بتشوفش الايجابيات. فاحنا لما بنركز على الايجابي ونبدا نشوف ايه ده، الناس ما بتصدقش يعني هو احنا عندنا ده. عندنا ده، نقدر نعمل اكتر واكتر واكتر، وعندنا فرص كتيره جدا للي اولا بيتعلم، عنده التوعيه، عنده المهاره، عنده متابع ابديتد بالتكنولوجيا الجديد وبكل حاجه، وقادر يعمل علاقات كويسه. علاقات يعني ايه؟ الاستثمار هو في الاول وفي الاخر علاقه. يعني انت اللي بيفتح نتورك، حتى الشباب الصغيرين، شباب المصريين اللي ابديتد واللي بيعملوا شغل على السوشيال ميديا وعلاقات مع صداقات مع اجانب وغيره وبتاع، ما هو ده بيفتح باب سياحه وبيفتح باب استثمار وبيفتح. فاداره العلاقات بفكر استراتيجي طويل المدى بيخلينا كلنا نقدر نستفيد من ده. دكتور عبد الرحمن، سعيده جدا بلقائنا، حابه ان احنا نكمل باقي المؤتمر مع مشاهدينا الكرام عشان ننقل ليهم اصوات حيه من كيانات كبيره متمثله في كوادر مصريه حقيقي تشرف مصر. يلا بينا. استاذ هشام واستاذ معتز، انا هربط النقاط بتاعت حضراتكم في كم محور وحابه اسمع اجابات حضراتكم عليها. احنا دلوقتي بنقول ان تصدير العقاري المصري هو شيء وجذب الاستثمار الاجنبي شيء اخر. انا شايفه ان الدوله لما بتقرر انها تصدر عقار
أو تجذب عملة أجنبية بتعمل ده. رأس الحكمة حضرتك بتقول إنها بتجذب استثمارات أجنبية، وفي نفس الوقت حضرتك قلت إن الساحل هو أفضل مكان أصدر فيه العقار المصري للخارج. ده ليه؟ عشان عملنا مدينة عالمية زي مدينة العالمين لما الدولة قررت. العاصمة الإدارية مين قال إن مفيش فيها تصدير عقار؟ فيها، بس بشكل مختلف اللي هو جذب الأموال الأجنبية. ما ده تصدير عقار، إن أنا قدرت أوصل إن المنتج بتاعي يتباع هناك، مش شرط على فكرة إن هو ينزل يتفسح فيه، هو ممكن يدخر أمواله فيها، ممكن يشارك في مشروع فيها. كلنا عارفين إن شركات التطوير العقاري اللي ظهرت في الجمهورية الجديدة، يعني مع احترامي ل 90% من الشركات، هي بتمويل أجنبي، هي بشراكات أجنبية، وده نجح السوق. هو ده مش وحش، ده نجح السوق، ده في حد ذاته جذب أموال أجنبية. ولكن تصدير عقار ينقصه أكتر من نقطة، وحضرتك أدرى واحد بيها، حضرتك رئيس المجلس التصدير العقاري، فحضرتك أدرى واحد بيها. إحنا إيه اللي ناقصنا؟ المنتج حضرتك بتقول تمام، عندنا مناخ فظيع، إحنا أحسن مناخ في العالم، إحنا البلد أو الدولة الوحيدة اللي معروفة في وسط العالم، ولكن حضرتك قلت جملة في المجلس اللي قبل ده ان احنا غير قادرين على صناعة العقار. حضراتكم اكبر مطورين في مصر، لما نقول ان احنا مش قادرين على صناعة مين هيقدر؟ حضراتكم بس اللي هتقدروا، عشان تبقوا عارفين، مش الدولة. اقول لك حاجة، بس انا اصحح كلامي عشان بيفرق اللفظ عن الباقي. انا مش غير قادرين، قلت ما عندناش صناعة احترافية. العاصمة الإدارية أكبر صناعة احترافية بحضراتكم والدولة. يا فندم أنا بتكلم على مش مكان، أنا بتكلم على الصناعة. هسألك إدارة سؤال. إحنا عندنا سوق لا إدارة. لا. إحنا صنعنا العقار، إحنا عملنا تطوير ما كانش موجود قبل الجمهورية الجديدة. إحنا عندنا دلوقتي أستاذ معتز بيقول إن زوار دبي مول أكتر من اللي بيدخلوا مصر. ليه؟ عشان قدرنا نسوق ونجيب براندز عالمية في المول، فالناس تيجي تزور وتشتري. هي مش رايحة على فكرة عشان هو في بحر جوه، ولا في ساحل، ولا في رأس الحكمة، عشان شوية براندز، شوية فلوس جوه بس. تسويق، الدولة مش عارفة تسوق منتجاتها، مش عارفة تسوق مواردها. الجهات الحكومية دعمت، عملت شبكات طرق، عملت بنية تحتية، طرحت لحضراتكم مشاريع أو أراضي حضراتكم عملتوا عليها مشاريع ممتازة جدا تحاكي دول العالم. قدرنا نجيب شركات أجنبية تشاركنا، إحنا عملنا كل ده، بس فعلاً إحنا مش عارفين نقول للعالم إن إحنا عندنا ده. إحنا بنجتهد، يعني حضراتكم وإحنا كإعلام والدولة بنجتهد، ولكن الدولة عملت الكثير. ولكن أنا شايفة إن إحنا قدام قوة عظمى، حضراتكم قوة عظمى، ليه ما تتحدوش وتعملوا مشروع في كل المميزات اللي تصدر العقار المصري للخارج؟ اللي ينقصنا العقار في مصر، العقار المصري في مصر بتسجل. انا عايز احل دي، حل لي دي وحللنا. هي دي مشكلتنا طبعا، هي دي المشكله الوحيده. احنا عندنا المنتج وعندنا المناخ، عندنا كل حاجه، دي مشكله. ما فيش، احنا 50% لازم ندرس المعلومات الاول. 50% من حجم صادرات العقار في العالم بيقوم بيها صناديق عقاريه، تمام؟ 50% افراد. طب احنا خسرانين 50% مبدئيا صباح الخير كده. مظبوط. ليه؟ عشان الصناديق مش هتهوب ناحيه اي عقار غير مسجل. صح. وانا لما بتكلم مسجل ما يهمنيش شهر عقاري وشهر بتاع، لان بره ما عندهمش حاجه مشروع عقاري. انا بتكلم وقلت الفكره دي 100 مره قبل كده، اشهار العقود في جهه الولايه بس. هذا القرار مين القادر على اصداره؟ يا رب اي حد. مين داخل. مين قادر على اصداره؟ لا لازم احنا ليه احنا المجلس ده عشان نناشد، عشان نوصل صوتنا. احنا كمجلس تصديري من سنه اول ما عملناه سنه 19 عملنا دراسه ولفينا بيها في كل حته، والدراسه موجوده معايا وكل الناس عارفاها. اهم الايتم اللي فيها تسجيل العقار، وقلنا مش قلنا مشكله ما قلناش حل، وقلنا حلها ايه؟ حلها يا جماعه ابعدوا عن الشهر العقاري دلوقتي، وتعالوا نعمل مجرد اشهار بره التسجيل. ازاي؟ بحاجه اسمها النوتير. النوتير ده محامي مكتب قطاع خاص، بس ايه، معتمد من المحافظه بتاعته اللي هو فيها، هو اللي بيختم على العقود وبتاخد صفه الاشهار، تمام؟ النهارده انا بقول ايه، ما عندناش احنا حاجه نوتير. احسن واحد يلعب دور النوتير هي جهه الولايه، هي اللي عندها
تفاصيل المشروع، قرار الوزاري، الرخصة، كل حاجة، كل ما عليه ياخد العقد يراجعه مطابق للي عنده، يعمل عنده صحيفة للوحدة ويسجل فيها كل عمليات البيع والتنازلات اللي بتحصل، تمام؟ يوم يحصل ايه بعد كده؟ يحصل ايه؟ الراجل اللي اشتغل ده معاه عقد مختوم بايه؟ بجهة الولاية، بقى عنده ثقة. حضرتك كرئيس المجلس طالبت بده؟ هقول لحضرتك بس معلش استكمالا لهشام بيه، بس طبعا هشام بيه بيقولوا ده 100% لازم يكون موجود. انا بس عايز اقول لحضرتك احنا للاسف احنا يعني بنغفل عن حاجه مهمه جدا. ليه انا مثلا النهارده عندي اعمار الناس بتشتري ان ادفانس والاسعار نطت عليها التلاميذ المالي؟ ليه؟ هل مثلا الاعمار بتعمله غير بيعمله مثلا هشام بيه ولا صبور ولا اي حد اخر؟ لا، هي مش 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 احسن في الجوده. الدعايه حاجه، احنا دلوقتي العالم كله بقى قريه صغيره. السمعه لما تعرف انه عمار عامل في قبرص هروح العمار دي حاجه. فالدعايه ومفيش مانع ان انا اجيب الجماعه دول واجيبه هنا، بالعكس دول هيساعدونا. يعني هم لما يجوا مثلا ياخدوا راس الحكمه عظيم طبعا، انا كل المطورين اللي جنب راس الحكمه دول هيشتغلوا، مش هيبقوا منافسين ليا اطلاقا. فاللي احنا للاسف احنا في مصر عندنا، على فكره مش مصر بس، في بلاد كتير قوي كده. مثلا اقول لك حاجه، السويد مثلا احنا كان عندنا شغل مع السويد مثلا، ما تلاقيش ولا واحد ماركتنج سويدي. فانا سالت مره واحد من الشركات قلت له انتم ما عندكمش سويديين؟ قال احنا مش شاطرين في التسويق، ما نعرفش السويد، بنجيب ايطاليين وبنجيب ما اعرفش. احنا في مصر عندنا تقسيط وما عندناش دعايه وما عندناش فما يمنعش اجيب الشركات دي من بره وتيجي وتشتغل وانا على حسها هشتغل. ده كلام مظبوط جدا. انا شايفه ان دي اكبر مش مشكله، ده اكبر عائق بيعوق مصر، ده اكبر عائق بيعوق مصر. انا بصور في دول تانية غير مصر. لساتك احنا بس احنا من 4-5 سنين كان ممنوع تملك الاجانب. تخيلي عايزه تعملي صناعه عقار ومن كام سنه ممنوع تملك الاجانب، بس دلوقتي في الجمهوريه الجديده بقى فيه دلوقتي خلاص. ما هي بتتطور الامور. اقول لك بس المايند سيت بتاع الـ 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 الناس اللي بتدير المنظومه دي. الموضوع ده والله اكتشفته بالصدفه، اقسم بالله اكتشفته بالصدفه، واحنا بنتكلم بنعمل استاتستيك على مجلس التصديري، فحد قال لي على فكره انت عمال تقول تصديري على تصديري، يا عم ده انت عندك قانون بيمنع الاجنبي الغير مصري انه يتملك اكتر مش عارف من وقتين ولا يعني عاملاها كاب كده. قلت له استحال. اي لا انا متاكد. المهم جبت محامي طلع فعلا في قانون، فاستغربت جدا، يا عم ما اشتري 10 اشتري 20، لان احنا لما بنخاطب في صغار المستثمرين بيجوا يشتروا مثلا 10 وحدات ويأجروه، ده صغار المستثمرين وده شغال جامد بره بوتنشال قوي جدا. المهم قعدت حاربنا في الموضوع ده، حطيناها في وعرضناها على ناس كتير، مش عايز اقول لك الجهات يعني، بس في حد مثلا قال لي انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخلي الاجانب ياخدوا البلد؟ شايلين البلد؟ قلت له يا عم احنا 100 مليون عجلنا كام؟ يا رب يجي مليون، ده هيدوبوا في 100 مليون. معالي النائب، عايزين نتكلم في البداية عن أهداف مؤتمر صناعة القرار. مؤتمر صناعة القرار ده من المؤتمرات الهامة اللي بتناقش تطوير صناعة التطوير العقاري عن طريق حلقات المناقشة والحوار بين مختلف العناصر المشكلة لهذا القطاع، ما بين الدولة، ما بين المطور، ما بين أسئلة من الجمهور، ما بين قامات علمية وقامات اقتصادية، كلهم بيناقشوا التطوير العقاري من وجهات نظر مختلفة والتوصل لحلول أو توصيات إن هي بتفيد هذه الصناعة لمحافظة على التقدم والتطوير الدائم. أنا شايفة إن بيكون في تواجد من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشكل كبير، وكمان كيانات كبيرة، يعني مش أي مطور مش أي شركة تطوير بتقدر تشارك. إحنا بنكون أمام قوة عظمى، ناقصهم إيه عشان يتخذوا القرار؟
يصنعوا القرار. يعني بشوف انها مجرد محاور بنناقشها، ولكن اتمنى في الدوره القادمه يكون في اتخاذ قرار على التيبل على الستيج. القرار ما هو هنا نقطه التطوير العقاري، عشان في نقطه يتبعها جزء مالي، الجزء المالي اللي هو في التقييم كدوله، هي بتبيع ارض كمستثمر بيدرس لشراء الارض، كمواطن بيشتري الوحدة السكنية سواء مواطن مصري أو أجنبي، أي حاجة هيخش فيها قيم مالية وقرارات تتعلق بالمال العام ما ينفعش تاخد على الترابيزة، وخصوصا أن هي لازم تطلع بتشريع أو بقرار من درجة عليا، لأن ده مال عام فالتعامل معاه. لكن التوصيات اللي ممكن تطلع على الترابيزة في إجراءات، في منهجية، في رأي عام أو توجه عام لنوع معين من الإدارة لتحسين العمل في قطاع التطوير العقاري. لو مثلا أكتر من كيان تعاون، عملوا دمج، عملوا شراكة عشان يقدروا يواكبوا المشاريع العالمية، يعني نعمل مشروع باتحاد من بقى كبار مفهوم شركات التطوير العقاري حضرتك دلوقتي، ساعتها هيكون عندهم القوة اللي بتمثل الرأي الأقوى، ساعتها الدولة هتتيح أي مميزات، هتعمل كده. ليه ما نعملش؟ لا يعني أنت بدأتي السؤال بشكل كويس، أن النهاردة الاتحاد والمشاريع القوية هي اللي هيكتب لها الاستمرارية. المشاريع الصغيرة لازم تتعمل بشكل مختلف، لكن ثبت من التاريخ في 30 سنة اللي فاتوا أن المشاريع الناجحة والمستمرة في النجاح هي المشاريع الكبيرة اللي هي تكاد تصل إلى مستوى المدن. وكل ما كان المشروع كبير، وكل ما كان الكيان الاقتصادي اللي قايم على المشروع ده، حتى مش عامل مشروع ضخم بس عامل مجموعة من المشاريع الضخمة، ده بيؤدي إلى نتيجة واستمرارية قوية جدا. لكن مهما اتحد المطورين أو مهما اتحد شركات كتيرة عشان يضغطوا على الدولة، الدولة ما تضغطش عليها. مش يضغطوا على الدولة، أيوة. ولكن لما يكون كيانات موثوق فيها ليها اسم، كل كيان على حدة محقق نجاح على أرض الواقع بقاله عشرات السنوات، لا احنا هنا احنا سقطنا. لا انا هقول لك على نقطة تريحك اكتر في السؤال ده، ان التطوير، ان الدولة ما بتستمعش للكبير بس، الدولة بتستمع للكبير وبتستمع للمتوسط وبتستمع للصغير. ولكن الكيانات الكبرى هتساعد الدولة على انها تاخد القرار اسرع، وحضرتك قلت مش هنقدر عشان ده بيكون في تشريع قانون والدوله بتنظر، ولا هندخل القطاع المال الحكومي المال العام، مش هندخله، هندخل بس القطاع الخاص في الفلوس. مش عايزه اسمي شركات، ولكن احنا عندنا 5 شركات نقدر نعمل ونصنع منهم مشروع مدينه تحاكي دول العالم، اقدر ساعتها اصدر العقار، ولو هم معترضين على مصطلح تصدير عقار اقدر اقول حجز بعمله اجنبيه بمنتهى الثقه بمجرد طرح المشروع على مستوى مش الميدل ايست، على مستوى العالم. انا معايا الاهلي صبور، ومعايا 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 ومعايا، وكمان حطيت على راسهم شركه الاهلي صبور لانها شركه من الشركات العظمى اللي ليها ثقه على مستوى العالم. لا احنا عندنا كيانات نقدر نعمل كده، مش بضغط على الدوله، ولكن انا بساعد الدوله بقول لها احنا عندنا كيانات، عندنا مطورين. وفي جمله اتقالت جوه انا ضدها، ان احنا عندنا مطورين عقاريين شاطرين جدا، ولكن ما عندناش قدره في صناعه التطوير. لا احنا نقدر نصنع التطوير. يعني كان في احد الشخصيات الهامه جوه، احنا ما عندناش صناعه. هو ممكن يكون خانوا التعبير. احنا عندنا صناعه. هو ممكن يكون خانوا التعبير، والدليل على كده حجم التطوير العقاري في مصر، هو بيشهد على نفسه بدون شهاده احد. وبالنسبة للمطورين مع اختلاف أسمائهم، لا في مطورين عملوا مدن. احنا مش بنتكلم دلوقتي، السوق شاهد على نفسه بدون لا رأي ولا رأيك ولا رأي أي حد، الواقع بيشهد بذلك. لكن اللي احنا بنتكلم عليه ان الدولة بتدعم صناعة التطوير العقاري، بتدعم ان الكبير يؤدي مشاريع ضخمة وعملاقة، وان الصغير يكبر، وبتقعد وبتسمع، وبيبقى الميزة ان بين المشرع وبين المنفذ أما الاثنين يبقوا على قلب واحد في القرار اللي بيطلع كتشريع، بيبقى تنفيذه سهل. ولذلك الحوار قبل التشريع هو اللي بيفيد. وطبعا في التشريعات الكبيرة بنلجأ للشركات الكبيرة، وبنحط عنا
على الشركات الصغيره عشان ما يروحش حقها. بتدعم يدوع. كل الدعم للشركات الكبرى والصغرى طبعًا. داخل مصر، ولكن ملف تصدير العقار المصري للخارج او ان انا ابيع وحدات عقاريه سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص لسه ينقصنا الكثير. ينقصنا الكثير، بس في حته مهمه هنا انا بقولها كنائب عن الشعب. ما ينفعش ابقى انا مواطن مصري ويتقال لي منتج على ارض مصر خده بالدولار. انا ضد الموضوع ده على الشكل الشخصي. اللي يجي من بره يشتري يشتري بالدولار قولا واحدا، لكن انا اشتري منتج في بلدي على ارض مصريه. حضرتك بتتكلم كمطور ولا انا بتكلم كنائب عن الشعب؟ كاند يوزر، كنائب عن الشعب، كعميل. ايوه كعميل بيشتري وحده. وحده طبعا هو ما بيشتريهاش بالدولار يا فندم. لا، في بعض بالدولار. الشركات في بعض الشركات بتعمل ترتيب الاجنبي اللي معاه دولار نمره 2، يعني بتدي تصنيف مين لو عدد الوحدات تسعر اقل على تسعر على سعر الصرف حاجه، يعني تسعر المنتج بتاعها على التكلفه حاجه. ان انا اسعر سعر متحرك بالدولار ما شفتش ده. لا لا، في انا في كذا كيس وعملنا عليها اندر تيبل. مش لا لا لا، ده معلن، ده معلن معلن. بس القصد ايه؟ ان المواطن المصري يشتري منتجه بالمصري. لو جينا قلنا ان احنا هنخلي الوحده سعرها حسب سعر الصرف، يعني القيمه بالدولار حسب سعر الصرف ادفعه بالجنيه، اول حاجه هيعزف عنها المشتري الوحده دي. ليه؟ لان انا ما ينفعش اشتري وحده انا مش عارف هي ب 10 مليون ولا ب 15 مليون. يعني لو انا اشتريتها والدولار كان ب 16 جنيه والنهارده الدولار ب 50 جنيه، هل انا كان عندي في حساباتي او المصري اللي معايا انه هيغطي ده؟ فطبعا ده مش هيحصل، ان هو يبقى السعر متحرك، والا بقى انا بقول ان انا ببيع بالدولار. يبقى انا كده بلف على القاعده واقول ان انا ببيع بالدولار. انا شايفه ده هي دي ديبيت كبير مش بتاع حلقه النهارده. هو ديبيت كبير فده عايزه حلقه لوحده جدا. وكمان شايفه ان هو يتوافق مع نقطه المضاربه في العقار. العقار عمره ما كان مضاربه، هو ادخار، ولكن مش مضاربه، مش بورصه. هو بيسموه مش هدخل اشتري ب 2 جنيه ومعيش باقي الفلوس. حصاله يعني ليها اسم ان هو شايل القيمه، يعني بيحتفظ بقيمه فلوسه في العقار بتاعته. والعقار هو استثمار طبعا طبعا، بس ما تدخلش لونش وانت عندك كل التارجت بتاعك ان انا هشتري ب 10 قروش وهطلع من لونش ابيعه ب 12. ما هو لا، لا. ده لعب سمسرة بقى وكلام فارغ. ده غلط. وده اللي بيخلي الشركة تفضل تعلي في السعر، زي ما حضرتك بتقول ان ممكن يبيعها ب 10 مليون جنيه بقى كده يتفاجأ بيها انها ب 3 4 مليون دولار. عشان كده ما هي دي الاستراتيجي. مش مطور، مش حكومة، مش تشريع قوانين، ولكن ثقافة شعب. انت عايز تعمل ده روح ضارب في البورصة في اي حاجة تانية، لكن العقار ادخار استثمار. ما طول ما في هو عرض وطلب، عرض بس وطلب. ما تقدري تحكميها. خلاصة الموضوع انا مطمئن لصناعة التطوير العقاري في مصر، بتنمو بشكل جيد بالشكل العام بتاعها والتسويق بتاعها من احسن لاحسن. شوية ريجيليشنز معينة تتعمل، شوية تغيير في الفكر التسويقي هيوصلنا لحته مختلفه تانية في تطوير العقار. بشكرك معالي النائب. اهلا بحضرتك، سعدت جدا بلقائنا. شكرا، انا متشكر لحضرتك جدا. مشاهدينا الكرام، كان معنا النائب هشام حسين عضو مجلس الشعب بيمثل صوت الشعب في حديثنا اليوم. احنا ما عندناش اتحاد مطورين عقاريين، هنرجع نقولها كل مره لان ده مهم جدا. اتحاد مطورين عقاريين هيغنينا عن كل ده. انا خلاص بقى عندي فئات المطورين معروف ده زي المقاولين كده. انا مقاولين معروفين عندي. احنا هيئه المجتمعات مثلا في موضوع المقاولين ده مميزه جدا. ليه؟ عندي معروف مقاول فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه، فئه رابعه، ما بتعبش، بجيب المقاولين بكل سهوله. تيجي بقى في المطورين، ما تقدرش تمنع واحد بيجيب لك اوراق وبيجيب لك حاجته اللي انت بتقول عليها كلها، ما تقدرش تمنعه. طيب دي نقطه. كل عشان نقدر طبعا نسيطر على السوق وان احنا ما ندخلش الفئات اللي هي بتتاجر في الاراضي والكلام ده كله، احنا كل 6 شهور تقريبا بنعمل اعاده لحوكمه الامور. يعني اخر حاجه عملناها طبعا لسه معتمده في اخر مجلس اداره، ان احنا قسمنا الموضوع لخمس اجزاء تقريبا او 6 اجزاء. الاول خالص اللي هو للمصريين بشكل عام، ان احنا بننزل لهم طرح عام كل شهر من يوم 1 ليوم 15. ما خليناش فيه افضليه، كانت الناس دايما بتشتكي ان احنا بندي افضليه للدولار، وده بالتالي بيفتح باب
الجانبي اللي حضرتك بتقوله، فلا مفيش افضليه للدولار، الافضليه الاعلى سعر او اعلى مؤدب بحسب الحاله وحسب المساحه. وبيكمل معانا الاجراءات، مفيش تدخل خالص من الموظفين، التعامل كله على الموقع، حتى في المفاضله خلاص هتبقى الكترونيه، مفيش حد هيتدخل خالص مفاضله بحيث تسرع الوقت، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اي نوع من اي من الشك في اي مجال، الموضوع كله الكتروني. دي رقم واحد. طيب عندنا مستثمرين اجانب كتير جدا حابين يدخلوا في الموضوع، طبعا برضه كان بيخش السمسار بحيث انه يعرف الارض وبعدين يتقدم عليها ويعمل فيها اسبقيه، لا احنا لغينا ان يبقى في اختيار للارض، المستثمر الاجنبي يدخل يقول لنا هو عايز فرصه ايه، يعني عايز مثلا عمراني في القاهره الجديده، انا اوفر له العمراني في القاهره الجديده ما يشاورليش على الارض بعينها وببعته له، لو هو طبعا مستثمر جاد وجاي هيدرس اللي انا بقى الفرصه اللي انا بعتها له ويرد علينا، بحيث ان احنا في خلال شهرين نكون وفينا له كل طلباته. وطبعا مشددين شويه في الموضوع ده، يمكن يعني هنجد في صعوبة جدا، لان انا بضطر بطلب منه توثيق الاوراق وبحيث ان هو ابقى ضامن، مش فاتحه من مصر فاتحينه من بره مصر الموقع، بحيث ان انا ابقى ضامن بنسبة كبيرة جدا ان المستثمر الجاي ده مستثمر اجنبي، والتعامل في الحالة دي هيبقى بالدولار فقط، مفيش اي تعامل بالجنيه المصري، وده برضو كله الكتروني مفيهوش اي تدخل خالص من الموظفين. يعني النوع الثالث، في عندنا طريقة خصم المستحقات، في بعض الشركات المقاولات بيبقى ليها عندنا مديونيات كبيره جدا، فاحنا تيسيرا ما بيننا وبينهم بيطلبوا قطعه ارض، بندي لهم الارض مقابل المديونيه، في حاله تميز الارض هيبقى ليه عشان بياخد بشكل مباشر مباشره هيبقى في زياده 20% عن سعر الارض، عشان هو بيبقى بيختار اي ارض هو عايزها لسداد المديونية. عندنا في طريقة تانية اللي هو الأرض اللي هو الجزء اللي هو الخاص بالجنسية، بيبقى شارط ان يبقى فيه عقار اشتراه بملايكولة عن 300,000 دولار، دي بتبقى برضو ليها طريقة مباشرة. الأخيرة طبعا احنا عندنا طبعا مستثمرين عالميين، مش هنقول مصريين، عالميين، دول ما ينفعش ان انا بقى ايه ادخله يقف في الطابور، مش هيجي اصلا، هو مش هيجي، هو مش فدول حطينا لهم برضو بعض الضوابط الشديده، ان هو يكون شركه بقى لها 10 سنين، يكون اطور نفس المساحه على الاقل، يكون عنده تعاملات ماليه مش برقم معين، يعني كلها هتنشر طبعا بالتفصيل. دول كده تقريبا كل الاليات الجديده اللي احنا اتعاملنا عليها. الدوله المصريه من اكتر الدول اللي كانت في وثيقه ملكيه الدوله اثبتت ان الفتره القادمه هي فتره تعاون القطاع الخاص بشكل فاعل جدا، وصولا الى نسبه مشاركه تتجاوز 65%. احنا النهارده بنتحدث عن نسبه مشاركه تقارب 35-40% فقط، يعني نسبه متراجعه. الدوله المصريه خدت على عاتقها ان القطاع الخاص ينمو بحيث يكون مشاركته في الناتج القومي لا يقل عن 65%. الحكومه تطورت تطور رهيب، وبقت تساعد المستثمرين العرب او الاجانب او حتى المصريين في ان هم يحلوا لهم مشاكلهم بسرعه. بس نظرا للتحديات اللي حصلت في الفتره الاخيره في السوق المصري عموما، ارتفاع الدولار والخامات والكلام ده، يعني انا بشيد كمان بالدكتور وليد، من الناس المحترمه اللي في الهيئه اللي قدموا لتيسيرات كتير قوي للمطورين، في سداد اقساط ارض، في تسهيلات، بجد يعني هم، انا بقول حق ربنا ان هم اتطوروا تطور مذهل. الحكومه تسارعت انها تحل كل المشاكل بتاعه المطورين. بقى عندنا تطوير عقاري ما كانش بيحصل في مصر. النهارده لما بقينا ننزل نتمشى، او مغتربين او الناس اللي كانت عايشه بره بتنزل النهارده مصر وتبدا تشوف التطوير العقاري اللي موجود عندنا، فده بقت حاجه من انت تبقى ماشي فخور بيها في ان هي موجوده عندك النهارده في مصر. كان من ضمنها ان احنا دخلنا في التكنولوجيا، وكان من ضمنها ان احنا دخلنا في اكتر من حاجه في التطوير العقاري. النهارده ما عندناش اي مشاكل غير شويه حاجات بسيطه اللي تقدر تقوي السوق العقاري. النهارده احنا بقينا اقوى الاسواق اللي موجوده في العالم، مش في مصر بس، احنا بقينا من ضمن البلاد اللي بقت بتتذكر، بقى ليها اسم في التطوير. الشراكه الناجحه مع الحكومه، والحكومه سبقت الكلام ده كله بمخطط ده، بشبكات من المرافق ومن الطرق ومن البنيه التحتيه الدقيقه جدا في كل المناطق المستهدفه طبقا للمخطط الاستراتيجي للتنميه المستدامه للبلد. ده ادى لسهوله النهارده واحنا مستهدفين مكان سواء زي العاصمه الاداريه او زي العالمين الجديده او كل مدن الجيل الرابع،
ده أدى لسهولة دخول المطور، سواء المطور المصري أو المطور الأجنبي اللي حابب يجي ينفق ويستثمر في البلد، بأن موجود استعمالات already موجودة مرفقة تسمح بسهولة مواصلات، بسهولة تكنولوجي، بسهولة حاجات كتيرة جدا. وده فرق معانا قوي، انه بقى عندنا احنا هنا في البلد المطورين دول كلهم اصبح هناك خبرات متراكمة لهذا القطاع العقاري. انا شايف ان شركات التطوير العقاري في مصر بصراحة بتقوم بدور ومجهود كبير جدا. يعني يمكن احنا النهاردة بنقوم بدور المطور والمشرف وشركات الصيانة، في بعض الأحيان شركات تطوير بتنشئ شركات صيانة لضمان كفاءة المشروع. كمان احنا بنقوم تقريبا بدور البنك. يعني احنا تقريبا كشركات تطوير العقاري النهاردة معظم الشركات بتقوم بدور التمويل للعميل بتقسيط على مدد طويلة، زي ما احنا بنشوف النهاردة مدد القسط بتوصل ل 8 سنين و 10 سنين، وده يمكن سعر الفايدة المرتفع في الفترة دي مأثر على ان الشركة النهاردة تقدر تاخد قرض او تمويل بنكي بفايدة العالية اللي موجودة دلوقتي، وتقدر تحافظ على بالانس التسعير للعميل. في السعودية دلوقتي انت عشان تأجري اي عقار ما بتروحيش تقابلي صاحب الشقة، انت بتخش على النت وبتشوف العقار وبتشوف الرقم بتاعه والكود وبتحطي وتوقعي، ويكونوا طبعا هو حاط الشروط بتاعته وبتأجريه، بحيث انه لما يحصل اي مشكله مش محتاجه تروحي محاكم. الدوله خلاص العقار ده انت متفقين عليه وكله موجود على النت، بالتالي انا هتصرف فيه. استاذ سامر مساء الخير. مساء النور. بحييك على المؤتمر العظيم ده، والحقيقه فعلا بتقدر تضم فعلا صناع القرار. والله الحمد لله توفيق ربنا، واحنا بنجتهد وبنحاول نعمل حاجه ليها قيمه قبل اي حسابات خالص وبنقدمها للسوق. واحنا الحمد لله بقى لنا كذا سنه يعني في موضوع صناعه، مش عايز اسميها صناعه المؤتمرات بس صناعه الحدث بكل اشكاله. يعني انا بتعامل مع الموضوع على ان هو مش مجرد مؤتمر، ده حدث وبراند، ودي فلسفتنا يعني من ايام ماركتيرز ليك بقى، بسلسله مؤتمرات ماركتيرز ليك بصناع القرار اللي ابتديناه، ودي الراوند الخامسة دلوقتي. ليه ما تفكرش ان انت تطلع بالراوند ان شاء الله اللي جايه بره مصر؟ والله مش ملاحق على مصر. يعني اول لما احس ان انا فعلا محتاج يعني اعمل كده. بس انا بالعكس انا من ضمن من انصار مصر، ومش محتاج ان انا اعمل ده بره، لان مصر بلدي الاول، وفي نفس الوقت بلد بالكونسبت اللي انا كمان بقى. بس هتعمل بره بدعم مشاريع مصر؟ لا كده يعني نطلع نعمل ده عشان ندعم بلدنا. ده ماشي كده، ماشي نعمل حاجه، وبالذات ان النهارده في المؤتمر القطاع العقاري يعني كل كلامنا على السياحه العقاريه وجذب الاستثمارات وكل الحاجات دي، محتاجة فعلا مش بس عقار. اتكلمنا في الموضوع ده النهاردة بشكل كبير جدا، وكل المطورين اتكلموا فيه، والسياحة العقارية وازاي نجذب المستثمرين من برة. فده لو الدور ده بالشكل ده انا موافق، لكن غير كده كصناعة مؤتمرات باللي بنقدمه باختلاف القطاعات وتعددها كل مرة في قطاع شكل، لا أنا عندي السوق المصري واقتصاده لا يعني يستحمل إن أنا نفسي مش قادر عليه، مش مستحمل يعني أو واخد مني وقت ومجهود على أن أنا أغطي قطاعات ومش ملاحق. يعني أنا عندي القطاع الطبي، القطاع الرياضي، السياحي، لسه يعني هي فكرة صناع القرار كده، أن كل مرة في قطاع في كل قطاع هتعمل مؤتمر. إحنا ابتدينا كده، إحنا ابتدينا القطاع المالي، بعد كده القطاع الصناعي، وبعد كده القطاع العقاري، وبعد كده الاستثماري، ورجعنا العقاري تاني، واللي جاي السياحي والرياضي إن شاء الله تنورونا فيه إن شاء الله. لا والسياحة يعني النهاردة أنا بربطها باللي بيحصل في العقار، فإن شاء الله يعني
كلمة السياحة العقارية أو منظومة السياحة العقارية خدت مننا كلام كتير شجعتني أصلا. يعني كنت بفكر أو ولا لأ، وبعدين لما شفت النهاردة الموضوع وقد إيه السياحة العقارية هتبقى مرتبطة بالقطاع العقاري المهم بالنسبة لي ومن أهم الدورات اللي بعملها كل سنة، لأ شجعني أكتر إن إحنا إن شاء الله نشتغل على السياحة. بالتوفيق يا رب دايما ودايما كده مكسرين الدنيا، وإن شاء الله هنكون معاكم في الدورات القادمة في باقي المجالات إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا وبشكرك، ودايما إن شاء الله من نجاح لنجاح. شكرك. شكرا. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء النور. بحييكم على المؤتمر ده، وشركة نوفارا وحضرتك مشاركين في مؤتمر صناع القرار في دورته الخامسة، وكان ليك محاور عظيمة جدا على الاستيدج، ومنها تصدير العقار المصري للخارج من خلال طبعا دراستك ورؤيتك للسوق، وهي الاهتمام بالمشاريع العقارية السياحية. عايزين نتكلم في النقطة دي باستفاضة. والله بس أنا أولا برحب بيكي وبرحب بوجودك طبعا في صناع القرار، كنت منورة طبعا معنا. شكرا. أنا بتشرف طبعا أن أنا حضرت معهم هنا في صناع القرار. موضوع السياحة العقارية هو هدف رئيسي بالنسبة لي، ممكن يكون لي وجهات نظر مختلفة مع أكتر من أشخاص تانيين، ولكن هو بالنسبة لي كان شيء مهم مدروس، ان احنا ازاي نصنع عقار، مش مجرد ان احنا بقى عندنا حاجه جديده او مكان جديد وخلاص، لا، كان بالنسبه لنا كان الاختلاف ان احنا ندرس السوق. درست السوق بجد، درست المشاريع اللي حواليا، حبيت اشوف ايه اللي كان مختلف بالنسبه للسياحه العقاريه، ايه المطلوب كسياحه عقاريه، مناطق كان مطلوب منها الاهتمام بالسياحه العقاريه، وهو ده الفيجن اللي انا بدات اشتغل عليها مع شركه نوفارا، وده اللي بدانا نشتغل عليها على مشروع ريف ديونيل. ان احنا نكون مختلفين ونكون بنلعب في حته فيها سياحه عقاريه، بالنسبه لحاجه بتجذب السياحه وبتجذب الاجانب اكتر يعني في مصر. ايه رايك في الجمل اللي اتقالت على الاستيدج ان احنا نهتم بالمستقبل وبالمدن الجديده ومنطقه الساحل عشان نصدر العقار المصري للخارج؟ زي ما قلت لك احنا كلمه صناع القرار ده شيء مهم جدا، مش مجرد ان انا بقول ان انا مهتم بمدن الساحليه خلاص نجحت وكل المطورين دخلوا فيها، طب ها وبعدين ايه اللي جاي، ايه الفيجن بتاعتنا، محتاجين نهتم بقى، محتاجين نهتم اكتر بكتير من الساحل. الساحل كده كده اوريدي اللي بياخد فيها انفست، مش بياخد فيها، لكن في عندنا مناطق الناس بتنزلها، السياحه مطالبها. يعني زي ما قلت على الستيج ان احنا تعالي في اي سيزون هتلاقي عندنا مشكله كبيره. ايه هي المشكله الكبيره؟ ان مش هتلاقي مكان في فندق موجود، مش هتلاقي مكان في فندق، فبنضطر ان احنا نعمل ايه، نروح مناطق اخرى. ولكن احنا يبقى احنا عندنا منطقه زي وسط البلد، منطقه زي الجيزه ومنطقه زي الاهرامات ومنطقه والنيل والقلعه والحاجات الجميله دي كلها، وما نقدرش نستخدمها. فانا ده الاهتمام اللي انا رايح له شويه، الاهتمام بوسط البلد، الاهتمام بالقاهره. ان طبعا ما حدش يقدر ان الساحل طبعا من المشاريع الضخمه وراس الحكمه طبعا، وحجم الصفقه اللي حصلت في راس الحكمه دي من الحاجات الجميله، ولكن في عندنا حاجات طبعا لازم نهتم بيها طبعا مع راس الحكمه ومع الساحل، زي وسط البلد، زي الجيزه، زي المناطق السياحيه المطلوبه. بس فاحنا ده الاهتمام او ده الفيجن اكتر بتاعتي. هل شركه نوفارا ممكن تاخد مشروع في الساحل، راس الحكمه، العلمين؟ لو هياخد مشروع لازم يكون في منطقه مختلفه، ولازم يكون بيجذب فعلا حاجه سياحيه. يعني انا شايف ان وجودي في الساحل مش هيضيف لي حاجه، بالعكس، يعني هو في اكبر من مطورين وليهم اسماء كبيره طبعا موجوده في الساحل، وحجم المشاريع بقى كتير في الساحل النهارده، وبقى حجم المطورين كتير في الساحل. مش الفيجن بتاعتي ان انا انزل في وسط الضغط والزحمه ديت، انا دايما بدور على حاجه تكون مميزه للعميل الاجنبي اكتر، وتكون منفرده، يعني زي ما بكون فيها لوحدي. شركه نوفارا بتمتلك مشروع غير ديونيل، وهو مشروع ارضي 20 دور على النيل مباشره. مظبوط. رؤيه الشركه انها تطلع من مشروع ضخم زي ده تطرح مشروع في انهي منطقه؟ هيبقى نفس الكونسبت برضو، هيكون حاجه فيها سياحه فندقي، وهيبقى فيه سكن فندقي، وهيبقى فيها سكني بالفعل، مع اداره برضو خارجيه زي اداره جلوريا الاماراتيه او اي اداره تانية غير جلوريا، ولكن هيبقى عندنا الفيجن ان احنا نكون في منطقه
جديده ومختلفه. يعني السوق كتير كبير ومطلوب منه حاجات كتير قوي، احنا بس بنركز في حته واحده. فانا ما عنديش استعداد اركز في المنطقه ديت، لا، في مناطق كتيره متطالبه مننا كمطورين عقاريين ان احنا لازم نكون متواجدين فيها بادارات تشغيل قويه. وده انا قلته على البانر بتاع فوق على الستيج، ان احنا لازم يكون عندنا ادارات تشغيل قويه. لازم بدل ما احنا بس بنصدر عقار، احنا لازم نستورد ادارات تشغيل. لازم نشوف خبرات الناس اللي بره اللي بقالها سنين مشغله فنادق زي دبي مول في الامارات. الناس دي جابت براندات منين ونجحت ازاي، جاب براندات من اقوى من العالم، يعني من اقوى البراندات في العالم. فانا ده اللي انا بشتغل عليه، وهو ده اللي انا بجيبه اكتر، ان احنا بنستوكب حاجه اسمها سياحه علاجيه وحاجه اسمها تكون سياحه عقاريه. السياحه العلاجيه دي برضو شيء مهم بالنسبه لي، وبفضل ان احنا يكون عندنا براندات اقوى بكتير في مصر الفتره الجايه، وهي دي اللي بتجذب اكتر الاجانب، بتجذب السياحه، بتجذب العائد الاستثماري طبعا. ان في الاول والاخر البراند، مفيش براند بيجي بيقعد في مكان سنه اتنين وبيمشي، براند بيقعد عمره، بيقعد ب 30 و 40 سنه بس، زي مولات كبيره كتير في بقى براندات. يعني الزحمه في اي سوق ده بيخلق تنافس وبيخلق سوق. حلو يعني طبعا، طبعا يكون في طبعا شركات كتير ده بيخلق سوق. حلو جدا، ولكن ليه نوفارا عايزه تروح لا للمكان اللي ما فيهوش زحمه وتدور على الاماكن اللي لسه ما حدش خبط على بابها؟ علشان ده صناع العقار. لو احنا بنتكلم في صناع العقار، فحضرتك لازم طب ما انا عملت ايه لو انا رحت في وسط نفس، رحت العاصمه خدت مشروع، ما في 900 مطور واخدين نفس المشروع. رحت الساحل خدت مشروع، طب ما في 900 مطور خد، ندور على مكان لسه ايه المكان اللي مطلوب، مش مكان انا بخترعه، او مش مكان انا مثلا بجيبه من عجبني فانا لا، مكان السوق طلبه يخدم على السياحه العقاريه، ويخدم على سياحه علاجيه، ويخدم على زي ما كان حد من الاساتذه كان بيتكلم برده في المؤتمرات، سياحه المؤتمرات. احنا فعلا محتاجين دوت الاكسبو سيتي معمول في العاصمه، محتاج انه يتعمل في اماكن تانية مش شرط بس العاصمه الاداريه. فاحنا محتاجين زي ما عرفنا ننجح ساحل وعرفنا ننجح عاصمه، في حاجه اسمها بلد لازم تقف وتنجح بالتطوير العقاري. ايه رايك في المعارض العقاريه خصوصا اللي بتتم خارج مصر؟ طبعا حلوه جدا، حلوه جدا انك بتقول للسوق العقاري ان انا السوق العقاري المصري ان انا موجود خارج البلاد. حجم مبيعات اللي بيحصل في المعارض العقاريه خارج البلاد دي بتبقى من المعارض الناجحه، بتكسب منها كذا حاجه، بتكسب منها اسم شركه ان حضرتك رحت في انك تبقى بيج نيم، وبتكسب منها كمان حجم مبيعات، وبتكسب منها حجم علاقات، وبتكسب منها حجم معرفه بالشركه. اتمنى ان ده يحصل الفتره الجايه، ان تكون الدوله نفسها اللي بتاسس معرض عقاري عن ثقه لكل البلاد بره مصر، ويلف جميع انحاء العالم، ونبقى لينا بصمه فيه مختلفه عن ثقه طبعا، ان هو يبقى من الدوله غير لما يكون مطور او يكون من شركه ثانيه. ثقه ودعم كبير طبعا، والدوله لما بتكون مشرفه على اي معرض او المعارض تكون تحت مظله الدوله بتكون اخذه ثقه كبيره، ما بالك بقى لو هيئة المعارض والمؤتمرات هي اللي بتطرح المعرض. ده انا بالنسبه لي قوة عظمى. مش هتشارك طبعا، مفيش شركه في مصر مش هتشارك، مفيش العميل اللي مش هيبقى واثق في المعرض، مش هيبقى في الدوله اللي خايفه تستقبل المعرض. ما في دوله احنا ما نقدرش نعمل فيها معرض. مزبوط. ليه هي مش هتستقبلك، مش هتثق فيك، ما هي مش عارفه. طب لو هي من الهيئه او من هيئه المعارض، لا طبعا، دي حاجه نقطه قوه. البلاد كلها تستقبلك، الناس كلها تبقى بتشرف بيك، الناس كلها تبقى بترحب وتبقى واثقه، والعملاء بتاعتها واثقه ان دي حاجه جايه من الدوله. وهيئه المعارض مش هتستقبل اي شركه تطوير تشارك في المعرض، هيكون يعني في رقابه. احنا كده كده اصلا لو هي مش تبع الهيئه بيبقى في رقابه. يعني انا عشان اطلع السعوديه دي كان في رقابه كامله عليا في الاوراق وفي المخالفات وفي المشروع وفي الورق. حضرتك شاركت بشركتك شركه طبعا في معرض هذه مصر السعوديه، وعندنا معرضين كمان في الامارات الفتره اللي جايه ان شاء الله. فلما يكون بقى من الهيئه، فالهيئه الطبيعي انها تعمل دراسه صح على الاوراق. مش اي شركه مطور هيقدر يقدم، مش اي شركه مطور غير لما يكون واثق في نفسه، واثق في اوراقه، واثق في كل حاجته، واثق في تسليمه. الهيئه ممكن تنظم اكتر من معرض. يعني ده اقتراحات انا بقولها لحضرتك، ان هي ممكن تنظم حاجه للاستلام الفوري للحاجات المنشاه، وحاجه تانية للحاجات اللي تحت الانشاء، وحاجه تانية للفندقي بس، وحاجه تانية للتجار. يعني نقدر ننظم باكتر من شكل، يطلع نطلعه بره في البلاد بشكل منظم وشكل يكون كويس وشكل يليق بان هو يكون من هيئه المعارض المصريه. وده هيكون من اهم اذرع الدوله في تصدير العقار المصري للخارج. ده هيساعد، لو احنا كلنا كنا بنتكلم، والمؤتمر النهارده كان بيتكلم كلنا عن تصدير العقاري،
فده لازم نبقى فاهمين ان ده من اول الحاجات اللي هتساعد في التصدير العقاري. لما يكون من الهيئه وموثق من الهيئه والهيئه هي اللي منظمه المعرض ده، لازم نبقى عارفين ان انا كعميل مغترب مصري او عميل مش مصري واجنبي، فلما اعرف انه يكون من الهيئه ومتوثق مع هيئه الدوله اللي انا رايح فيها، فلا طبعا هطمن وطبعا هخش وهشتري وهيبقى عندي ثقه كبيره جدا. فده هيساعد، انا شايف انه هيساعد وهيبقى من انجح المعارض العقاريه اللي هتحصل في، انا بقولك في العالم والله، مش ممكن تبقى في مصر بس. اتمنى زي يعني اتمنى ان انتوا تقدروا تنفذوا حاجه زي كده يعني ان شاء الله. هو ملف بيدرس ان احنا نعمل كده. خليني اسال حضرتك عن غيف ديونيل، حقق ايه في السعوديه؟ يعني عايز اعرف العملاء استقبلوا ازاي اليونتس المبنيه بالفعل، الاستلام فوري، استق على 5 سنين، الحاجات دي ازاي طلعت بيها بره والناس احنا كنا عاملين عروض في السعوديه حلوه جدا، وكنا عاملين قسط لحد 6 سنين كمان، مش 4 و5 بس، مش 5 بس يعني. لا كنا عاملين لهم عروض حلوه جدا عشان حضرتك بني التاور كله، علشان المشروع مبني وعلشان المشروع حاجه مختلفه وعشان المشروع فندقي على النيل اللوكيشن. وده اللي انا كنت بتكلم فيه على الاستيدج، ان يا جماعه الاختلاف هو اللي خلى ان نوفارا تبقى مميزه في هذه مصر، وده كان معلن جدا في هذه مصر. توافد من العملاء على الحمد لله. احنا يعني كان البوس كلها بتخلص الساعه 10 بتقي، احنا لغايه 3 الفجر كل يوم البوس قاعد عندي شغال لغايه 3 الفجر يعني، وده كان اكسبشن طبعا من هذه مصر انها توافق على ده وانها تعمل لنا ده. بس ده كان يعني الحمد لله غصب عننا وغصب عن اللي منظم المعرض، غصب عن هذه مصر، فكانوا مضطرين ان احنا نوافق. العملاء مش عايزه يعني قاعده ما بتخلص، فالحمد لله. فده كان توافق كبير جدا من ربنا اولا، وان احنا عرفنا نعمل حاجه مختلفه، وكانت صناعه قرار فعلا حاجه مختلفه، فحققنا الحمد لله حاجه حلوه جدا جدا في السعوديه. النيد اللي كانت عند العملاء هناك في السعوديه ده ما خلقش قرار عند حضرتك او عند الشركه؟ خلق قرارات كتير ان انتوا تعملوا مقر هناك في السعوديه. حرفيا احنا بنعمل ده وبندور على المقر فعلا في السعوديه، من كتر العملاء اللي لقيتها في السعوديه عندها قبول في الشراء على المشروع وعلى اسم نوفارا، فده خلق فعلا ان انا بعمل دلوقتي مقر في السعوديه ان شاء الله. وبرده هروح الاول الامارات، انا برده عندي معرضين في الامارات ان شاء الله الفتره اللي جايه في دبي وفي ابو ظبي، فهجرب برده السوق الاماراتي. ده خلاص ده كلها كام يوم ان شاء الله والمعرض تكون موجوده، فهجرب السوق الاماراتي، ولو لقيته بنفس القبول اللي عند السعوديين طبعا هرحب ان انا افتح فرع هناك، ما يشرفني يعني. هل ده ما يعملش تخوف عند الناس العاملين بسوق العقاري، ان احنا بدل ما كنا بنقول احنا هنجذب الناس من بره احنا بدأنا نطلع؟ بس احنا لو بنطلع فبنطلع مش عشان ناخد مشاريع، هتطلع بمشاريع. لو بنطلع عشان انا بطلع بمشاريع، انا مشاريعك اللي هتعملها مشاريع. على ارض مصريه، مشاريع مصريه وعلى اراضي مصريه، مش ما عنديش الكونسبت ان انا اعمل مشاريع خارج مصر دلوقتي. انا شايف ان مصر محتاجانا دلوقتي اكتر بكتير، مصر اولى بصراحه ومحتاجانا خلينا وعندنا فرص سياحيه كتير عقاريه. انا بشتغل في السياحه العقاريه، فانا عندي فرص كتير في مصر، هي دي اللي انا شغال عليها النهارده، مش شغال على ان احنا يكون عندنا اراضي خارجيه دلوقتي، ولكن يبقى عندنا مقرات بيعيه للمشروع عندي والمشاريع القادمه ان شاء الله لشركه نوفارا في السعوديه وفي الامارات ان شاء الله، وكمان بره السعوديه والامارات. اللي عملته تركيا الفتره ال5 سنين اللي فاتوا دول، ان هي عرفت تخلي الناس كلها تسافر تروح تركيا، علشان مش بس سياحة ومش بس كده، لا انت حابب تروح تقعد في تركيا تعمل شوبينج براندات، تعمل جاب لك كل البراندات العالم النهاردة موجودة في تركيا. فاحنا النهاردة بنروح على تركيا علشان نعمل شوبينج وعلشان نشوف المناظر الطبيعية وعلشان نشوف السياحة بتاعتهم. ما عملناش منطقة سياحية، انا مش رايح هناك عشان اروح بحر يعني، انا مش رايح هناك عشان لو عملوا لي الساحل فانا هروح عشان انزل بحر. مش رايح هناك عشان كده، بس رايح هناك عشان اشوف الطبيعه بتاعت البلد. هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها في المؤتمر، طبيعه البلد، طبيعه البلد اللي هي مصر، طبيعتها على النيل، على الاهرامات، على مناطق ما ينفعش اكون انا في مصر وبقول ان انا في مصر وعندي مشاريع براس حكمه وعندي مشاريع في العاصمه وعندي مشاريع وبقول انا وبقى ما عنديش براندز، وانا ما عنديش البراندز وما عنديش البلد داخليا مؤهله ان انا امشي فيها، مؤهله ان انا يبقى عندي، ما عنديش اداره تشغيل، ما عنديش براندات قويه طبعا في موجوده في مصر، وما عنديش المشاريع القويه اللي في قلب القاهره. احنا ليه مهتمين خارج القاهره؟ طب ما احنا عندنا حاجه جوه القاهره لازم نهتم بيها اكتر، زي طبعا الفنادق ده ما قلت لكم على النيل، طبعا دي شيء مهم جدا. نستغل الاهرامات، نستغل الفنادق اللي حوالين الاهرامات، يعني في الطريق السياحي اللي في وش الاهرامات ده، انا بقول للدوله يعني انا بناشد الدوله ان الطريق السياحي ده يتعمل من اكبر الفنادق على الطراز المصري الفرعوني قدام الاهرامات. الدوله بتهتم بالمدن الجديده بشكل كبير جدا، وده شيء يشرف مصر طبعا
ويشرفنا كلنا، ولكن انا شايفه ان في يعني محتاجين دعم زياده للمشاريع اللي في وسط البلد. انا مبسوطه بالتوسع، ولكن عندي اماكن حيويه مش محتاجه لسه تتعمر وفيها موارد. يلا بينا نخلق فرص جديده ونهتم ندي شويه اهتمام للمشاريع والموارد اللي موجوده على ارض الواقع، مش محتاجين نعمر. وللعلم بس الدوله بتعمل ده دلوقتي، الدوله مهتمه دلوقتي بوسط البلد. نعم. مؤخرا مهتمه. نعم. بانها بتعمل ممشى اهل مصر السياحي دلوقتي، وعملته قبل كده وعملها على النيل دلوقتي. مهتمه ان هي الحته بتاعه الجيزه والاهرامات، مهتمه بالمتحف المصري الكبير، مهتمه بان السويرس نفسه عامل شويه فنادق في قلب الاهرامات، فهي مهتمه ورايحه لده. بس احنا محتاجين احنا كمطورين نركز احنا كمان على ده. مظبوط. مش احنا بنقول عمالين نقول صناع قرار صناع قرار، ما صناع قرار ده حضرتك لازم تاخد قرار وتعمل صناعه جديده بشكل جديد. صح. في مصر وجود الدوله بدعم مع المطورين ده حاجه مهمه جدا. يعني العاصمه بينجح اي مشروع طبعا. احنا عندنا اكتر من منطقه صناعيه في كل مدينه جديده طبعا. سياده الرئيس اهتم جدا مؤخرا بملف الصناعه، وده بصراحه ده حقيقي جدا جدا هينعش اقتصاد مصر طبعا. لان طبعا. احنا محتاجين ده. احنا اهتمينا قوي بالقطاع العقاري مؤخرا، بدانا نهتم بباقي المجالات، وده شيء هينعش الاقتصاد المصري. المرحله الثالثه في العاصمه الاداريه هي مرحله اصلا عباره عن منطقه صناعيه. نعم. علشان احنا بنعمل حاجه اسمها مثلث تنميه، بنربط ما بين الجلاله وبنربط ما بين السويس وبنربط ما بين تكون منطقه زي المنطقه الصناعيه. تعرف يا باشمهندس محمد، مش ناس كتير يعرفوا كده، يعني مش ناس كتير تعرف ان المنطقه المرحله الاولى في العاصمه كذا، المرحله الثانيه كذا، المرحله الثالثه كذا. لا طبعا احنا دي معلومه لازم نقولها. كلنا نطلع نقولها ان احنا بنعمل مثلث تنميه وبنعمل مناطق اسمها مناطق لوجستيه، علشان نقدر النهارده زي روسيا لما تخش والصين لما تخش. هو ده دخل بناء عليه، داخله ان هي محتاجه منطقه لوجستيه، محتاجه توفير وقت، ومحتاجه بنيه تحتيه. فالحاجات دي كلها سياده الرئيس اشتغل عليها وعمل ده فعلا وبذل مجهود كبير في ده. فاحنا كمان محتاجين نساعد ده، ومحتاجه الدوله تساعدنا. فاحنا الاثنين المفروض، انا بشوف ان لازم يبقى في توافق او في منظومه بتشوف الاراء ما بين ده وما بين ده، وايه الاراء اللي ممكن تقدر تنجح ده. نقدر نجيب براندات من بره، نقدر زي ما قلنا نشوف ايه الإدارة التشغيل اللي عندنا. انا لما جيت فتحت ريف ديونيل اول حاجه عملتها جبت اداره اماراتيه. ليه؟ خلينا عندهم قليل. خبره، عندهم خبره كبيره، فانا اجيبهم هنا استفاد بيهم، استفاد بالخبره دي كلها ان انا ابقى شغال طور في مصر باداره اماراتيه. فدي في حد ذاتها احنا كلنا محتاجين نشتغل عليها الفتره الجايه. باشمهندس محمد نورتنا واسعدتنا، وسعيده جدا بالمؤتمر وبحضوركم، وان شاء الله كده دايما تكونوا صناع القرار وصناع العقار في مصر ان شاء الله طبعا. ويشرفنا طبعا وجودنا في صناع القرار، ويشرفنا وجودنا مع حضرتك، ومبسوط طبعا ان انا معاكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقه قويه جدا من مؤتمر صناع القرار. الى اللقاء ودمتم امينه. مصر كبرت وخلتنا نفتخر اكتر ببلادنا، دي حبيبتنا وصاحبتنا، مصر دي ام الدنيا. الله عليك يا بلادي، بقيتي احلى من الماضي، ما كانش كلامنا عالفاضي، هتبقي يوم قد الدنيا. أيوة أنت اللي بنيها بكل ما فيها حاميها، ربي يخليك ليها وتعيش وتعيش وتكبرها. أيوة أنت اللي حبيبها.